عليكم شيخنا الكريم. شيخنا في سؤاله الثاني محمد يذكر قول الله عز وجل في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول: أنا أقوم بتوبة عامة عن كل الذنوب ولكنني لا أشعر بالندم، فهل هذا علامة أنني لا أقارف الذنوب أم هو من الوسواس؟ أحسن الله إليكم. نعم، هذا مدخل من مداخل الوسواس، وليس هو بعين، بل هو ذريعة لهذا الوسواس. فإن الله أمرك بالتوبة من الذنوب جميعا أيها المؤمن، فتوب إلى الله على الوجه الصحيح، والتوبة أن تكون بإقلاعك عن الذنب أولا، وبعزمك ألا ترجع إليه ثانيا، وبأن تندم على وقوعه منك، بمعنى أنه لو تيسر وقوعه لا تقع فيه، ولا يجب أن يكون عندك الشعور الكامل في هذا الندم، بل يكفي حصول أصله منك، ويكون الحادي لهذا الذنب في توبتك منه وإخلاصك وخوفك من الله. عندئذ تسلم بإذن الله من شر هذا الذنب ومن الوقوع في مثله، ودع الوساوس التي توسوس بها نفسك وشيطانك حتى يصرفوك عن هذه التوبة.